يعني فيجوال اكيد ability to see details and boundaries بتعتمد على حاجه اسمها فيجوال انجل. يعني ايه فيجوال انجل؟ يعني ايه؟ يعني ايه يا راجل؟ يعني ايه نور عين؟ مش عيون صفاء؟ Angles are obtained by light rays from two points at the cassation at the nodal point. يعني يا نورهان السي بتاعتك دي عشان تعرفي انها مفتوحه الاشعه الضوئيه احنا اتفقنا انها جايه كده لازم تعدي عبر النودال بوينت تمام؟ فهم الاثنين وهم بيعدوا بيتقاطعوا بتاع التو بوينتس دول. الزاويه دي اسمها الفيجوال انجل. لو الزاوية ديت أكبر من 1 مينت اللي هي ما أعرفش طلعت 1 على 60 من الدرجة فدوت يخليهم يقعوا على 2 كونز يبقى في النص ما بينهم كون تمام؟ ساعتها هتشوفي دي بوينت ودي بوينت لوحدها. طب لو وقعوا على 2 كونز مع بعض قال لك ساعتها بيحصل حاجة اسمها كونفرجنس فتشوفيهم نفس النقطة تمام؟ ده معنى كلمة الفيجوال انجل. الفيجوال اكيوتي بتزيد في ايه؟ بتزيد في ايه؟ بتزيد في ايه؟ زيت في الفوفيا و لو كونفرجنس او مينيمال كونفرجنس عشان الفوفيا فيها مينيمال كونفرجنس. ايوه بعتمد على ايه تاني؟ لايت ري الفيدنج. الفيدنج الله ايوه فادو الله الله انا سعيد ايوه يا فادو اسال اي سؤال اي سؤال اي سؤال اي سؤال هو عامل لي لحد اي سؤال حتى بص حط لي اجابات شيء الفيجوال اكتيفيتي اعلى مكان الفوبيا ايش بس الثانيه اللي فوق طب انت يا دكتور في امتحان السيرجن في 40 ورقه اعتمد على الفوبيا سنسالس علشان كونز اونلي ده بيخليها تبقى مينيمال كونفرجن 40 صفحه ممكن تعتمد على الديجري اوف كونفرجن شكرا وبتبقى افكتد لو في اي ديزيز او ديكريس في الريفلكتيف بارت. الاسطوره اللي انت ما زلت مصمم ان انت تعيش فيها ان انت عندك امتحان فيسيولوجي بخمس درجات فما بتذكرش اناتومي وبار او عندك هيستولوجي بخمس درجات فما بتذكرش فيسيولوجي واناتومي هتبوظ الترم كله على نفسك انت حر. يعني في ناس عندها هيستولوجي يوم الخميس قاعد من يوم الاربعاء اللي فات هو لا ذاكر هيستولوجي ولا بتاع لانه الهيستولوجي ده لو قعد ذاكره يوم واحد هيخلصه بس هو ما بيذاكرش. هيستولوجي هو دلوقتي بيبتدي على مش عارف ايه يا ابني يا اسطى ايه يا عم انت جاي من عصر الحاجه دي ايه؟ اللي عنده النهارده المفروض يذاكر مثلا امبارح
لكن اول امبارح يوم الخميس امبارح وراجع بعد ايه ده بعد بس عموما عموما انت حر بس لما ترجع بعد الاسبوع لما ترجع يا سمر بعد الاسبوع اللي انت هتضيعيه عشان تحل السكولج بخمس درجات ده انت حالك من الاربع تلاقي الفسيولوجي عادي انت حالك من الاربع انت حالك من خلاص فاهم حيتان يعني من الاول لاخرها بص الرجاله بعتك اصلا يعني لا احنا نخليها للحد الحد الحد اللي جاي مش يلا يا رجاله دكتور بقى لتاني مرة صح طبعا انا لو مكانك يا اناتو انت سايبه بقالك اسبوعين كده انا عارف صح يعني نمتحن ونجيب درجه حلوه هنا دكتور دكتور هيمشي معانا كده ايه في المباراه جت درجه انا طالع اتفرج عليك انا طالع فوق مين ده انت ايه جاي الدوف ايه اكل اللي شفته دكتور انت بتحكي دي 10 سنين لا والله طيب عموما انا ما وعدتكش اني هاجل الامتحان انا ما وعدتكش والله وفقا لحالتي المزاجيه والنفسيه يوم الثلاثاء انا امبارح تحققت ان الامتحان موجود الحمد لله في مكانه تمام هو على ان انا ادوس عليه بس يوم الثلاثاء لو جيت لقيت الناس ظريفه ومذاكره ومفيش مظالات وعرفت ان الحصه بتاعتي معادي كان مليان يا عم اخر ماليش دعوه احمد صابر فين كلم احمد صابر كلم احمد صابر او راجل يا دكتور قاعد يقول لك سعود وبعدوش ما عليه يوم الاربعاء فانا يوم الثلاثاء هقول لك الثلاثاء هقول لك انا امتحن بكره او مش امتحن سبيشال سنس دلوقتي ايه ذاكر الثلاثاء النهارده الميعاد انا رجعته للوضع الطبيعي ايه بقى يعني بعض على ايه بعض المشاكل الفنيه حصلت عندي بعض المشاكل الفنيه حصلت عندي فاضطرتني ان انا ارجع الميعاد تاني الثلاث للساعه 10 تمام مش عارف لا يا دكتور لا حلو حلو الاثنين الساعة 10 لا 3 8 خلاص خلاص الحل ان انتوا تتفقوا جميعا على الاثنين الساعة 10 مش انا لازم واحد يعني لازم واحد يبقى كده مفيش ايه الثلاث كان فيه مشكلة فنية وخلاص تغاضينا عنها خلاص نكمل بعنا احمد جلال مش مشكلة بقى نكمل زي ما احنا وخلاص هو عموما اللي فاضل ان شاء الله في عمر الكورس بتاعنا ثلاث اسابيع تمام شمال يمين ثلاث اسابيع ان شاء الله لازم نبقى خلاصين موعد اختصاص 17/12 تمام علشان يعني من المحتمل لو ما قدرناش نجري في الاندكرايب بالسرعه اللي انا عايزها ان ازود لك حصه رابعه من المحتمل من المحتمل مش الاسبوع ده حتى هتبقى في الاسبوعين الاخرانيين لو احنا فضلنا ثلاث اسابيع الاسبوع ده كده كده احنا شغالين ثلاث حصص بتوعنا بس الحصه الرابعه ديت احتمال ازودها لك على حسب معدلك تمام بحيث ان احنا كده كده نخلص 17/12 عشان نظبط مع بعض المواعيد بتاعتنا بتاعت المراجعه عشان تقعد بقى قبلها بفتره انتوا بادئين فيسيولوجي ولا اناتومي؟ فيسيولوجي فيسيولوجي سايبين قبليه ثلاث ايام النهارده واحده من الحصص اللطيفه اللي المفروض ان انت ما عندكش بقى فيها مشاكل وللامانه وانا بقول دلوقتي يا عم اسلام عشان ما تقعدش تقول لي انت كل حصه بتقول ان الكلام ده مهم وبعدين مش عارف ايه حصه النهارده دي مش هقول لك عليها مش مهمه ولكنها لا تعد وكونها ام سي كيو في الاخر طيب ساعه صح؟ هم لا ساعه ايه؟ محمد نص السنه 40 درجه تمام؟ احنا عندنا 40 30 درجه 30 درجه كده ام سي كيو 10 تانيين يا اما 2 كيسز يا اما كيس وديجرام يعني على حسب 10 تانيين كيسهم بيعملوا او كيس وماتشنج جرافيك فاندم لا 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 احنا عندنا ما بيجيش كل ام سي كيو ميدفيلد لازم يبقى في حاجه ثانيه غير الام سي كيو كيس ديجرام الاثنين كيسز كده يعني
بس انا لو مكانك انا ما بفرقش معايا، ما اعرفش ليه انتم مصممين على اسطوره ان في حاجه اسمها مذاكره ام سي كيو وحاجه اسمها مذاكره ريتنج. انا ما اعرفش ايه ده يعني. في يا جماعه في مذاكره ام سي كيو وفي مذاكره ايه بقى الفرق؟ انا المذاكره بص يا احمد، مذاكره ريتنج مذاكره ام سي كيو بتبقى مذاكره وانت كده، انما ريتنج المهم بقى يعني الهيزنج بقى. لا لا ايه؟ اسكت اسكت بسرعه بسرعه. انت عايز اكتر من كده ايه في الفيجن؟ احنا قعدنا 9 حصص فيه. ها؟ بلعم بلعم انا مش سامع. تايبز اوف اي موفمنت والاوفثالموسكوبيك اكزامينيشن الموضوعين دول اتلغوا السنه اللي فاتت، وكده كده هم متاخرين قوي السنه دي في المحاضرات، ففي الاغلب الحاجات دي هتقع. تمام؟ لو ما وقعتش مش هياخدوا مننا ربع ساعه على هامش اي حصه اصلا. بس ايه اكتر في لو اتلغت لو ما اتشرحتش في المدرج والدكتوره ما قالت بره يبقى خلاص بره. بس هي الدكتوره ما قالت بتحسب المدرج. انا في الهيرنج يعني السمع بتعامل مع السمع، والساوند هو موجب. كل اللي يجي بقى الكلام بتاع الفيزياء اللي حضرتك عارفه من زمان، بس المره دي يا عم اسلام الحمد لله ملوش علاقه بيا. يعني كانت مشكلتي في اللايت ان انا في اللايت لازم ابقى فاهم قصه الريفراكشن. قعدنا بقى نتخانق واللينس فورمولا ونروح ونقرا تاني نرجع ونقول وبقلل ازاي الكلام اللي احنا عشنا فيه ده. ولكن الفيزياء بتاعت الساوند مش مؤثره عليا قوي باستثناء بوينت صغيره جدا وبسيطه جدا. لكن في الاول خليني اقول لك ان الساوند ويف طبعا واهميه الهيرنج ايه يا عم ادهم؟ محدش يجي يقول لك كده يعني، تقعد تقول له بقى ايه ده يعني الا الهيرنج. اولا هو ممكن يحميك من اي دينجر، طبعا الكلام ده ينطبق على الانيمالز اكتر، الزرافه بتسمع صوت الاسد فبتجري، الكلام ده. احنا المصريين بالذات الساوند بالنسبه لنا يعني اهم من الغذاء، ليه؟ لان ده اللي بيخلينا نقعد نرغي، تمام؟ انت قاعد طول اليوم ماسك ودن صاحبك وعمال ترغي 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 ترغي، ده اعتمادا على الساوند، فهو بيمكنك من الارتكيوليشن مع اللي حواليك. مش هو ده الكلام اللي احنا هنسالك، ولا هنيجي نسألك على ان الساوند ده مجموعة من التضاغطات والتكلخلات. انت عارف الكلام دوت من ثانوي، ما تقوليش يعني ايه اصلا compressions and diffractions، ايه الكلام ده؟ انا مالا تمام؟ وما تقوليش ان الساوند اسرع في الهواء، سوري سرعته في الهواء 340 متر في الثانية، ولكن سرعته في الاشياء الصلبة اسرع من كده بكتير، على عكس الضوء. الضوء اسرع حاجة في الهواء، وكل ما يخش ميديم تبدأ سرعته تقل. الصوت اسرع اقل سرعه ليه في الهواء، وكل ما يخش سوليد ستراكشر يبدا سرعته تتزايد. بس برضه يا يوسف مش دي قضيتي، انا عايز عشان انا عايز اقول لكم بعض خصائص الساوند اللي تهمنا. اول خاصيه للساوند بالسينما تهمنا انه كويف فله ويفلنت. وحضرتك بقى من ثانوي وانت عارف ان احنا اذا تمكنا من ترسيم الموجه بانها بيكس اند بوتومز كده، فيصبح كلمه ويف لينث هي المسافه بين اي تو بيكس او اي تو بوتومز. ده الويف لينث، وده انا مش هعمل فيه حاجه. ده كده خاصيتين التانيين يا حازم في الساوند اللي انا عايز اقولهم لك، ودول يهموني. الخاصيه الاولانيه هي الفريكونسي، وده يقابل البيتش. ايه البيتش؟ البيتش او الفريكونسي هي تردد الصوت، وده اللي معناه ايه من الاخر؟ معناه حده الصوت. يعني في هاي فريكونسي ويبقى بالتاكيد في لو فريكونسي، عشان حضرتك تبقى فاهم ان دي من الحاجات اللي هتهمنا. فالبيتش العاليه هي بتاعت الاصوات الرفيعه. يعني لما تقابل واحد صاحبك بيتكلم كده يا اسلام احنا عايزين نروح السينما النهارده، فده اسمه هاي بيتش ساوند. لما تقابل واحد زي حالاتي بيكلمك كده يقول لك انت ما بتذاكرش ايه؟ لازم تذاكر بقى. ده لو بيتش ساوند. تمام؟ فده مبدئيا، لان احنا هنيجي في وقت معين يا فوزيه ويصبح احد الاسئله، بس الكلام ده في الاخر ان شاء الله، يصبح احد الاسئله هو ازاي انا اقدر اميز البيتش او الساوند فريكونسي بتاعت كل صوت. وخد بالك ان واحد من الاسئله المهمه ازاي انا ابقى قاعد بسمع المزيكا وبعدين انت محمد مثلا مركز مع الراجل بتاع الكمان، انت راجل عازف كمان،
فعايز تسمع بتاع الكمان ده لوحده كده، هي كل الموسيقى شغال، ولكن انت في هذا التوقيت هتختار انك تركز اكتر مع الكمان. سيبك من موضوع الكمان ده، مش مقصر فيكم. ازاي انت وانت ماشي مع صاحبك وسط الزحمه ووسط الدوشه ووسط الكلاكسات، وحتى لو انا قاعد بشرح لك فيسيولوجي، فانت برضه مصمم تسمع صوت اللي جنبك بس، وبتنجح في ده. ازاي بتختار البيتش دي عشان تسمعها؟ هو ده السؤال العجيب. طب عمره ما شغل بالك. هنحاول نجاوب لك على السؤال. تمام. لكن مبدئيا كلمه البيتش او الفريكوانسي معناها حده الصوت. اخر سمه بتميز الصوت وعايز اعلق عليها هي الساوند انتنسيتي، ودي بقى شده الصوت. خد بالك ان في فرق واضح ما بين الاثنين. يعني انا صوتي هو هو يا حسين بنفس البيتش، ممكن يبقى كده ده يبقى صوت واطي انتنسيتي لو، ممكن يبقى كده ودي تبقى هاي انتنسيتي. البيتش ما بتتغيرش، انا بغير الشده. اذا كل صوت له فريكوانسي معينه، ده اللي انت بتميز الاصوات بيها من بعض، وكل صوت له شده معينه، ودي اللي انت بتعرف منها درجه ارتفاع الصوت. ووحده ارتفاع الصوت اسمها الدي سي بل. دي سي ايه؟ بل. وواضح ان كلمه دي سي ديت زي دي سي متر او دي سي لتر يا محمد اللي هي العشر. فيقول لك ان الدي سي بل يساوي 1/10 من البل. ايه البل ده؟ ده شده الصوت الاساسيه. المفاجاه قنبله اهي، اسمع دي. انت تقدر تسمع الصوت لو كانت شدته 0 ديسيبل. يعني ايه بقى؟ هو في حاجه اسمها كده؟ يعني ازاي اسمع صوت شدته 0 ديسيبل؟ قول لنفسك يا باهي هنا أن الديسبل ليس تعبير مقداري، وإنما هو تعبير نسبي. مش فاهم؟ قال لك يعني شدة أي صوت بالديسبل، ركز عشان دي مهمة وبيجي فيها أسئلة، بتساوي 20 في لوج الساوند بريشر اللي أنت سامعه على البريشر at sound pressure level. معلش ركز بس معايا، ركز يا احمد رزق معايا. يعني ايه البريشر ات ساوند بريشر ليفل؟ من الاخر رساله البريشر ات ساوند بريشر ليفل ده اللي هو الثريشولد. يعني ادهم احنا هنجيب كل شخص ناخد افريج البني ادمين ونقعد نوطي الصوت نوطي الصوت لغايه ما نوصل لاقل صوت انت ممكن تسمعه. فنقول ان البريشر اللي انت سامعه ده هو البريشر ات ساوند ليفل. تمام؟ اسمه ساوند بريشر ليفل. ده اقل بريشر للصوت انت ممكن تسمعه. كده الصوت بتاعي يا محمد. عامل على ودانك بريشر. ايه؟ اقل حاجه هي ايه؟ هي البريشر ات ساوند بريشر ليفل. ارجوك يا احمد ركز معايا كده. يعني اقل شده ممكن اسمعها ايه؟ هي البريشر ات ساوند بريشر ليفل. لما انت بقى تيجي تحسب شدة اي صوت هتعمل ايه؟ هتضرب 20 في لوج البريشر بتاع الصوت اللي انت سامعه ده على البريشر ات ساوند بريشر ليفل. ركز قوي يا عمرو، اقل صوت انت بتسمعه البريشر بتاعه ايه؟ انا لسه قايله اللي هو البريشر ات ساوند بريشر ليفل. يبقى ساعتها 20 في لوج البريشر ات ساوند بريشر ليفل على البريشر ات ساوند بريشر ليفل يعني واحد. لوج الواحد زيرو. فيبقى الانتنسيتي اللي انت ممكن تسمع عنها ايه؟ زيرو ديسيبل. وهقول لك تاني ايه؟ ده اقل حاجه تسمع عندها. تمام؟ بس هو السؤال يعني ايه اسمع عند زيرو ديسيبل؟ الديسيبل ليس مقدار. يعني الديسيبل مش زي الكيلو جرام ومش زي المتر. الديسيبل يا حضرات عبارة عن وحدة نسبية. نسبة مين لمين يا هاجر؟ نسبة البريشر بتاع صوتي على الثريشولد اللي عندك. تمام؟ أقل بريشر لساوند أنت ممكن تسمعيه. فلو أنا صوتي قليل قوي لدرجة إن هو يا دوبك الثريشولد، يبقى البسط قد المقام. صح؟ ما هو ده الثريشولد كده كده. فلو الصوت بتاعك أصلاً اللي أنت يا دوبك سامعه هو كمان ثريشولد، يبقى ثريشولد على ثريشولد يديك واحد. ولوج الواحد بصفر، صفر في 20 يبقى كام؟
يعني المقام ده بالنسبة للشخص ثابت. انت تسمع الانسان الطبيعي طبعا بيسمع عند ساوند الانتنسيتي بتاعته كام؟ زيرو ديسيبل. معنى زيرو ديسيبل ايه يا جينا؟ ها ها قول يا مانا كده. اقول لك اه ايه كده برضه انا في قلب هاي سعيد جدا بالانجاز اللي انا حققته. قول يعني لا الثريشولد نفسه مش هو المعيار بتاعي. احنا استخدمنا الثريشولد بتاع الساوند بنفسه حاجه بتتقاس بالضايو تمام، وده فيها فاريشن. بس احنا لما ناخد الافرج ناخد لهذا الشخص مثلا الثريشولد بتاعه الثريشولد بتاعه وتيجي انت تسمعه نفس الصوت اللي هو نفس الثريشولد يبقى هيطلع بيسمع عندنا نفس الثريشولد. بس انا عملت بس البني ادمين الطبيعيين كلهم ليهم افرج واحد يسمعوا عند ليسر معين، وبالتالي بعد كده لو لقيتك بتسمع عند ليسر اعلى يبقى انت بتحتاج ليسر اعلى. ده البريشر بتاعي. دكتور نعم ايه لازمه الدسم لما كنت هحسبها بريشر اصلا؟ ايه لازمه ايه؟ الدسم لما هحسبها بريشر اصلا بريشر خلاص. يعني انا واحد بطلع بيه احسب منه هتشوف دلوقتي قيمة، هتشوف دلوقتي قيمة ان البريشرز بتتزايد قوي وبالنسبة لك انت اللوج دوت هيفرق معاك جدا في الديسيبل. الديسيبل دوت هو نسبة الصوت، نسبة شدة الصوت اللي انت سامعه للثريشولد اللي انت قادر تسمعه. هودي لك حالا بس انا عايز اخلص بس المعادلة الأولانية وبعدين اجي معاك تاني يا جيني. انا بسمع عند زيرو ديسيبل ازاي يا سالم؟ تقول يا دكتور لان الزيرو ديسيبل ليس تعبير مقداري، يعني ما فيش حاجه اسمها ان الصوت دوت كميته زيرو ديسيبل والصوت دوت كميته 100 ديسيبل، مفيش حاجه اسمها كده. الديسيبل دوت بيعبر عن نسبه تمام؟ نسبه ايه لايه؟ تقولي لي نسبه شده الصوت اللي انا سامعاه لشده الثريشولد اللي انا ممكن اسمعه. سيبك من كلمه الثريشولد دلوقتي، خلينا نقول عنها بدل كلمه ثريشولد مجازا هنقول عليها كلمه شده. اقل شده انت ممكن تسمعيها اسمها ايه؟ ثريشولد اللي هي البريشر ات ساوند بريشر اللي هو ده الحد الادنى اللي انا ممكن اسمع عنده كويس. يبقى لو انا بكلمك بالحد الادنى يبقى صوتي دلوقتي عامل بريشر هو نفسه الثريشولد صح؟ يبقى تحت الثريشولد فوق ثريشولد لوج الثريشولد على الثريشولد يعني لوج الواحد بكام؟ بصفر. يطلع لك ساعتها اكبر ان الانتنسيتي بتاعت الصوت اللي انت ممكن تسمعيه كام؟ زيرو ديسيبل. معنى ان هو زيرو ديسيبل ايه؟ ان الشده دي بالظبط قد اقل شده انت ممكن تسمعها. فاهم يا ولا ها؟ معقول يا هاجر؟ حد مش فاهم؟ لو اقل من كده بقى، لو انا صوتي اقل من الثريشولد يبقى ساعتها هتلاقي اللوج اقل كمان من كده، فيبدا يطلع لك ارقام ثانيه. لا مفيش لوجاريتم، مفيش لوج لا ما ماليش بقى انا دعوه. بس احنا عندنا في المقياس بتاعنا هتلاقي في حاجه اسمها سالب 10 في الاوديو ميتر. انا ماليش دعوه بالاوديو. ركز بقى عشان انا عايز اجاوب سؤال باهي. احنا ليه استخدمنا يا باهي قصه اللوغاريتمات دي؟ قال لك علشان لو الصوت بتاعك يا محمد تضاعف 1000 مره ضد الثريشولد. لا انا اشرح، لو الصوت بتاعي بقى 1000 ضعف قد الثريشولد اللي انت ممكن تسمعه ساعتها هتلاقي ان شده الصوت دلوقتي 20 في لوج 1000 ضعف على الثريشولد. لوج ال 1000 بكام؟ ب3. يبقى شده الصوت اللي حضرتك سامعه دلوقتي قد ايه؟ 60 ديسيبل. زي اللي هو القانون بتاع الباور وفيبر تمام. تاني لو انا ضعفت لك شده الصوت 100,000 مره ده زي الشنيور اللي احنا كنا سامعينه المره اللي فاتت. الشنيور دوت شدته 100,000 مره يبقى شدته 20 في لوج ال 100,000 يعني كام؟ 100 ديسيبل. ادي 5 في 20 يطلع لك كام؟ 100 ديسيبل. الدكتور مهدي جابت في الام سي كيو على فكره جابت قالت له لو جبنا لك صوت شدته 1000 ضعف او 10,000 ضعف الصوت اللي انت المفروض تسمعه الثريشولد ساعتها يبقى الصوت دوت شدته قد ايه؟ 10,000 على 1 لوج
بتاعها باربعة، أربعة في 20 يبقى كام يا آه؟ 80 ديسبل. ساعتها تقول لي شدة الصوت 80 ديسبل. 120 ده زي الصوت 120 ديسبل، تمام؟ اللي هي معناها تقريبا ان انت عامل 6 مليون ضعف. ده يا احمد يا رزق زي صوت اقلاع الطيارات لو انت واقف جنبها. 140 ديسبل ده صوت يبوظ الودان اصلا، يعمل دامج للهير للهيرز. نعم 140 ديسبل ده صوت شدته ده. زي ايه؟ زي ان انت قاعد وفي قنبله بتنفجر جنبك مثلا. اه بالظبط، فجاه القنبله جنبك. اه يعني اليومين دول او ما تروحش جنب القنبله عشان خاطر ودانك بس. ماشي هات معايا مشكله. يبقى انت دلوقتي قبل ما نبدا نتكلم عن عمليه الهيرنج نفسها، فكنا بنتكلم، شكرا يا استاذ، كنا بنتكلم عن حاجه اسمها الساوند. الساوند ده هو اللي انا هبدا اسمعه. الساوند دوت هو موجات بتظهر نتيجه الفايبريشنز، يتميز زي اي موجه بثلاث حاجات. رقم واحد الويف لينث، وده ما بيهمناش قوي يا محمد، هو المسافه بين اي تو بيكس او تو بوتومز، فهمتش معايا قوي. رقم اثنين وده بيهمنا الفريكونسي او البيتش اوف ساوند، حده الصوت، ودي بتفرق معايا في تمييز، شكرا يا محمد، في تمييز الاصوات من بعضها. واخيرا يا عم احمد واخيرا الانتنسيتي اوف ساوند. الانتنسيتي اوف ساوند اللي احنا بنقيسها بوحده اسمها الدي سي بيل، اللي هو قشر البيل. ما علينا من البيل نفسه، احنا اللي بيهمنا الدي سي بيل. بتحسب شده الصوت ازاي؟ عندي معادله مهمه جدا. المعادله بتقول ان شده اي صوت تساوي 20 في لوج شده البريشر اللي انت سامعه على البريشر ات ساوند بريشر ليفل. اللي هو ايه ساوند بريشر ليفل ده؟ اللي هو الثريشولد، اللي هو اقل شده ممكن تسمعها. ووفقا للعدد الاضعاف تقدر حضرتك تحسب اللوج بتاعك وتقدر تطلع شده كل صوت. بس طب هل الانسان بقى بيسمع اي صوت في الدنيا؟ قال لك لا. احنا بنقدر نميز فريكوانسز معينه. الفريكوانسز اللي حضرتك تقدر تميزها تتراوح ما بين 20 الى 20,000. اعلى من كده، اعلى من كده، اعلى من كده يبقى اسمها يا سالم الترا ساوند ويفز. اسمها ايه؟ الترا ساوند ويفز. دي مش هتسمعها. ليه؟ لان الفريكوانسز هتبقى فوق ال 20,000. فلو حضرتك رحت جنب جهاز الصونار بتاع الدكتور، طيب انا هكمل لغايه ما اخلص. حضرتك جنب جهاز الصونار اللي الدكتور جيت جنب جهاز الصونار اللي الدكتور بيستخدمه، وعلى الرغم من ان طبيعه الموجات اللي هو بيستخدمها في الاصل موجات صوتيه، الا ان انت مش هتسمع اي حاجه. ليه مش هتسمع اي حاجه؟ لان الموجات ديت ليها فريكونسي اعلى من ال 20,000، والودن بتاعت الانسان ما تقدرش تلقط اللي اعلى من 20,000. ده معنى كلمة الالترا ساوند ويفز. علشان كده الخفافيش او البادز هي اللي عندها القدرات انها تلقط الالترا ساوند ويفز، فبيطير في الضلمة مع انه ما بيشوفش. ليه؟ لانه طول الوقت بيبعت الموجات ديت ووفقا لانعكاساتها بيلقطها تاني ويدرك ان فيه هنا اوبجكت او مفيش، فيطير عادي جدا ما عندوش مشكلة. تمام؟ ما علينا من قصة الخفاش، مش دي قضيتي يعني. أنا قضيتي إن أنت بتسمع رينج معين أوف فريكونسيز. لكن كمان يا عمرو، حتى الرينج ده أنت ودانك حساسة أكتر لمنطقة معينة. يعني لما جم العلماء يرسموا المينيمم أوديبيليتي كيرف، إيه المينيمم أوديبيليتي كيرف ده؟ واضح من اسمه إن أقل حاجة إحنا ممكن نسمعها. ولصصنا هنا الفريكونسز كلها وجينا يا محمد عند رينج معين
من 2 3 4 5 6 7 8 دخل هنا 1 0 نص وكتبنا هنا كيلو هرتز. يعني ايه كيلو هرتز؟ يعني ايه هرتز؟ حد وحدة قياس التردد. هرتز يعني سايكل في السكند. كيلو هرتز يعني 1000 سايكل في السكند. تمام؟ فخد بالك انا اقدر اسمع من اول 20 هرتز هنا لحد 20000، يعني لحد 20 على السكيل ده. فلقينا يا مرهان ان الشخص هيبقى المينيمم اوديبيليتي كيرف بتاعه عامل كده. خد بالك؟ ده بقى الانتنسيتي. الدسم. زيرو 10 20 30 40. لقينا ان الكيرف عامل كده. بيقول لك اسمه انفيرتد بيل. تلاحظ ايه؟ ركز يا ايمن. انت اقل شده ممكن تسمع عندها اي فريكوانسي لو كانت الفريكوانسي ما بين 2000 الى 5000 كيلو هرتز. ساعتها لو الصوت فعلا زيرو ديسبل ساعتها حضرتك هتسمعه. طب لو بدات الفريكوانسي تقل او تزيد، يعني لو الصوت مثلا الفريكوانسي بتاعته حاده قوي 8000 كيلو هرتز، فهتلاقي يا سالم ان انت علشان تسمعه لازم الصوت اصلا شدته تزيد. ركز واسمع. المينيمم اوديبيلتي كيرف هو علاقه ما بين ايه وايه؟ علاقه ما بين فريكوانسي اوف ساوند، هي التردد بتاع الصوت، وامتى حضرتك تقدر تسمعه. يعني ايه امتى؟ يعني عند اي شده. فوالله الودن بتاعتنا حساسه للاصوات بين 5000 هرتز، تقدر تسمعهم بأقل شدة. أقل شدة اللي هي كام؟ اللي هي زيرو ديسبل. طب لو الصوت بتاعي كان مرهان الفريكونسي بتاعتي أقل من 2000 أو أكتر من 5000، هل ممكن أسمعه؟ طالما في الرينج ده أسمعه، بس بحتاج انتنسيتيز أعلى. يعني لو في آلة موسيقية صوتها رفيع قوي الفريكونسي بتاعته أعلى من 5000، يبقى مش هتسمعها لو صوتها الصوت الفلاش. عشان تسمعها لازم صوتها يبدأ يعلى شوية. لو بدأ صوتها يعلى شوية هتسمعها. مين فاهم المينيمم اوديبيليتي كيرف؟ مين مش فاهم المينيمم اوديبيليتي كيرف؟ المينيمم اوديبيليتي كيرف هو علاقة ما بين حاجتين يا نور. الحاجة الأولانية هي الفريكونسيز اوف ساوند اللي في الرينج بتاعك. حاجة تانية يا إسلام هي شدة الصوت اللي أنت ممكن تسمع عندها كل فريكونسي. تمام؟ أنت ودنك حساسة جدا في فريكونسيز معينه اللي هم من كام لكام؟ من 2000 ل 5000. دول اعلى حساسيه لودانك، وبالتالي حضرتك بتسمعهم باقل شده ممكن تسمعها اللي هي الزيرو ديسم اللي احنا اتفقنا عليه من شويه. طب لو الفريكونسيز اقل من كده او اعلى من كده تقول لي انا هسمعهم برضه، بس بشرط ان الانتنسي بتاعتك تبقى اعلى من الزيرو ديسم. تمام؟ وصل؟ اسلام؟ ايوه. نعم؟ مرة أخيرة. ديسيبل. تمام. تزود الشدة عن الزيرو. لا 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 الأرقام بس الناس تعرف إن 2000 ل 5000 هو الرينج بتاعك اللي عايز تنزل. معايا؟ الكيرف دوت شبه الجرس المقلوب. لو حضرتك شفت الجرس بتاع المدرسه فالجرس بيبقى نازل عامل كده. فبعض العلماء بيقولوا عليه الانفيرتد بيل كيرف. اسمه ايه؟ الانفيرتد بيل. مش دي اللي هتخصنا بعض. تعال بقى ما اكلمك على الايه. كلام سهل بقى. كلام بسيط. كلام النهارده ده كلام اعدادي. حضرتك عارفه من زمان. اما يجي نرسم لحضرتك الاذن ونقول لك الاذن كام جزء، فحضرتك بتقول لنا الاذن ثلاث اجزاء، جزء خارجي اللي هو الاكسترنال اير، وبعدين جزء في النص اللي هو الميدل اير، والميدل اير ديت بتوصل على الانترنال اير. البتاع اللي انا عملته في الاخر ده سيبك منه، ده الكوكليا ما علينا منها يعني.
فظيع في الاسم كوكلي يا معبره. انا النهارده ماليش دعوه ده مش بقى شبه الانسان. المهم يعني سيبك من ده. ايه الاصول الداخليه؟ شبه المينا واحد نملة يعني. قالوا كده؟ حلزون. ايوه هي حلزون. هي كوكلي حلزون. بس حلو. انا موضوعي النهارده الحتتين دول ده. الحته الاولانيه دي اللي هي الاكسترنال اير الاذن الخارجيه. وديت انت مش مستنيين النهارده اقول لك انها بتتكون من البنة وبعد البنة في عندنا اكسترنال اوديتوري كانال وبعدين التيمبانيك ميمبرين. الكلام ده يا محمد انت عارفه من سنه. ده يا طاوله الودن والكلام اللي انت عارفه ده وتوت وما توتش والكلام ده. وبعدين الميدل اير ودي هجيلها تاني بعد شويه. التيمبانيك ميمبرين مين دول؟ دولهم يا اسلام في الاصل هو تجميع الصوت وان احنا نوصله لفيه. هي دي بقى بتاعت يوم الثلاث ان شاء الله هي دي حدوته كلها اللي هي الانترنال. ازاي بقى دي هتبدا تحول الموجات الصوتيه الى اشاره كهربيه وبعدين ازاي تتحلل و و و ده موضوعنا بعدين. بس احنا هنا دلوقتي في دول الاكسترنال. الاكسترنال اير يا احمد يا رزق بتعمل ايه؟ تقول لي يا دكتور ما انت لسه قايل واضح ان اول دور هي بتعمله انها بتجمع كولكشن اوف ساوند. رقم اثنين بتعمل زياده انكريز في البريشر اوف ساوند بتساعدك شويه في رفع الضغط بتاع الصوت اللي انت سامعه. ليه؟ لانها بتبدا تجمع الصوت من مناطق كبيره وتبدا تركزه على التمبانيك ميمبرين. فحاجه يا محمد يا مصطفى عامله زي الطبله كده، طبله مليانه ناحيه واسعه والناحيه الثانيه ضيقه، فلما حضرتك تخبط هنا الصوت يطلع اقوى. ليه؟ لان انت جمعته من مساحه عاليه وخرجته من منطقه صغيره، فانت بتجمع بالبنه وتوجه ده كله على مين؟ على التمبانيك ميمبرين. ويا نورهان فالاكسترنال اير ليها دور في البروتكشن. ازاي؟ تقولي لي اصلها دكتور عليها واكس الشمع الطبقه الشمعيه ودي عندها القدره انها تمسك اي فورين بارتكل داخل جوه الودن ومسكاه وعندها كمان سيليا وهي بتعمل البروتكشن بتعمل كمان وورمنج اند هيوميديفيكيشن تبدا تدفي الهواء بتاع الودن وتلطبه. ليه؟ لان الاوسيكلز اللي هتبقى هنا بعد شويه ومن وراها الكوكليا حاجات ديليكت حاجات حساسه قوي لو دخل عليها الهواء السائع بتاع الصبح يبدا يعمل لها مشاكل وانفلاميشن وده بيحصل عندنا احيانا في الايام الساقعه قوي. لو حضرتك تعرضت لتيارات هواء بارده ممكن تبص تلاقي ان انت بدا يجي لك حاجه اسمها التهاب الاذن الوسطى. ليه؟ لان في الحاله دي اصبحت بروده الهواء اللي داخل اعلى من قدرات التدفئه بتاعه الاكسترنال اوديتوري كانال فبدات تضر الاذن الوسطى ومن وراها الاذن الداخل. مش حاسسني بقول حاجه يعني. طيب عايز اقول لك وظائف التمبانيك ميمبرين. التمبانيك ميمبرين يا حضرات يتميز بخصائص اولها انه الاستيك مطاطي وتانيها انه تنس عامل زي الطبله واللي راح منكم فرح وقف مع الفرقه كده قبل ما يشتغلوا ابو حميد عارف طبعا تاكيد بيروح تلاقي الجماعه بتاع الفرقه بيحطوا الطبله على نار. ليه؟ هو الطبله اصلا مصنوع من ماده مرنه بس لازم تبقى مشدوده تمام؟ فهو لما بيسخنها بيشدها. ليه لازم يشدها؟ عشان تنقل الفايبريشنز بدقه. خدي بالك بقى ان الاير درام تتميز بحاجتين مهمين قوي. الاولانيه انها ابريوليك. يعني ايه ابريوليك؟ قال لك يعني ملهاش فريكونسي. هي نفسها ملهاش فريكونسي. يعني ايه ملهاش فريكونسي؟ مثلا الاير درام ملهاش انترنال فريكونسي. ازاي؟ يعني الفريكوانسي بتاع صوتي
وصل حضرتك بالظبط زي ما هي. الطبلة لما بتنقل الفايبريشنز ديت ما بتغيرش فيها حاجة، بتنقلها لك زي ما هي بالظبط. لو كانت يا أدهم الطبلة ممكن تضيف أو تاخد من الفريكوانسي كان الصوت هيتغير، فحضرتك ممكن تسمع صوتي أرفع أو تسمع صوت حد تاني لو هي بتقلل من الفريكوانسي أدخن. لكن علشان خاطر الإير درام أو تمبانيك ممبرين أبريوديك ملوش نيتشرال فريكوانسي، فهو بينقل لك الفريكوانسي زي ما هي بالظبط. حاجة تانية، إن الإير درام تتميز بأنها دامبنج. يعني إيه دامبنج؟ قالك يعني بيتفايبريت بس لما يبقى الساوند جاي لها. أحمد يا فريد قبل ما تنام، يعني أنا صوتي بيفضل يهز الطبلة بتاعتك كده لغاية ما أنا أخلص. طب لو كان بيكمل بعد ما أنا أخلص، بقى الفرق يعني إيه دامبنج؟ دامبنج يعني التمبانيك ممبرين بيفايبريت بس طول ما الساوند فايبريشنز بتوصل. أول ما الساوند فايبريشن توصل هو كمان لازم يقف. طب لو كان بيكمل بعد ما أنا أخلص، تفضل سامع امتدادات للصوت بتاعي. التمبانيك ممبرين يتميز بأربع خصائص سهلين قوي. رقم واحد إنه لازم. واحد تنس. واحد لازم. ايه ده الواحد ايه تنس ايه؟ أنا آسف. واحد تنس. واحد تنس. اثنين لازم. اثنين لازم. ثلاثة أربعة لازم. الاكسترنال اير يعني انت يعني هو ده الناس بدات تصح مني من كتر الموضوع سهل. وظيفه الاكسترنال اير اول حاجه اثنين ساوند بريشر ساوند عشان تشتغل زي تصمت زي الطبله. ثلاثه بروتكشن. اربعه كوميونيكيشن. خمسه وظائف خاصه بالتمبانيك ممبرين. ان التمبانيك ممبرين نفسه ايه؟ بلاش دي ها؟ تنس الاستيك دامبنج و ابريودك او ابريودك و دامبنج. بتساعد في هنقولها طبعا موقتا انا زودها لك. بتساعدنا جدا في لوكاليزيشن اوف ساوند، بس ده موضوع هنبقى نتكلم عنه يوم الاربعاء في تحليل الصوت. طبعا الايد بينا ليها دور في الساوند لوكاليزيشن. الاء الميدل اير بقى انا هشيل الانترنال اير لانها ما تهمنيش. انا وصلت لك بس ان انا هيبقى لسه عندي حاجه تانية عايز اقولها بعدين. اصغر دي شويه عشان اعرف افكر. الميدل اير عباره عن الميدل اير قول لنفسك دايما عباره عن 3 في 2 في 1. عباره عن ايه يا باين؟ 3 في 2 في 1. التلاتة يا محمد، التلاتة تلاتة أوسكيلز، تلات عظيمات. نتفهم إن في هنا فتحة وفتحة. إيه العظيم؟ العظيمات بتاعتي أول واحدة فيهم اسمها الميليس. والميليس ديت بتأرتيكوليت مع عظمة تانية اسمها الإنكس. والانكس بتارتكوليت مع واحده ثالثه اسمها الاستيبس. يبقى الثلاثه اللي بالاسود دول الثلاث عظيمات كانوا بالعربي زمان المنطقة والسندان وحاجه كده يعني. تمام. بالانجليزي اصبحت اساميهم يا محمد ميليس انكس واستيبس. يبقى الميدل اير عباره عن ثلاثه في اثنين في واحد. ثلاثه ايه؟ ثلاثة أوسكيلز. ثلاثة إيه؟ أوسكيلز. مش سامع. ثلاثة أوسكيلز. الثلاثة أوسكيلز أساميهم إيه؟ ميليس. أساميهم إيه؟ ميليس. مين اللي ماسكة في الدمبانيك ممبرين؟ ميليس. ومين اللي ماسكة في الأوفال ويندو؟ ميليس. وفي النص في عظمة ثالثة اسمها؟ ميليس. يبقى الثلاث عظيمات أساميهم إيه؟ ميليس. يعني عيب إن أنا أوقفك في حصة زي حصة النهاردة، بس أنا ما عنديش مانع. الثلاثة أوسكيلز أسميهم إيه؟ ميليس وإنكس وستيبس. واثنين عضلتين. ثلاث عظيمات وعضلتين.
العضلتين يا حبيبة واحدة اسمها تنسل تمباناي اسمها ايه؟ هوها على فكرة في الهيدا انتراك بيديها تقريبا الفيشة النربرة ولا بتكوني تذكرة يعني الفيشة دي مندبل والله؟ يا مدين اللي بيديها فيشة التانية استابيديس ايوه ايدي فيشة شوف شوف ليه؟ خلاص يعني انا عاجل مش فارق معايا اصلا مين اللي بيديها يبقى تلات عظيمات وفي عضلتين وخد بالك يا مهام من اماكن الانسرشن بتاعت العضلتين لانك تنسل تمباناي ماسكه في المانوبزيوم بتاع الميليوس الايد او الهاندل اوف ميليوس ماسكه فيها قبل ما تبقى عند التمبانيك مبزين على طول بينما الاستابيديس ماسكه في الستيبز في مكان وصولها للاوفال ويندو وده كلام مهم عشان هنشوف له وظيفه مهمه بعد شويه الميدل ايير 3 في 2 1 في 1 3 ثلاثة اللي هم واثنين واحدة اسمها تانية اسمها وواحد كنال الكنال دي حضرتك عارفها من اعدادي اسمها الاوستيكيان تيوب اسمها ايه؟ الاوستيكيان تيوب دي حضرات اللي هي بتوصل الميدل اير بالفعل ماذا اقول لك؟ ايه وظيفة الميدل اير؟ فهتقول لي اول حاجة واهم حاجة انها جزء من عملية الترانسميشن اوف ساوند بتنقل الصوت منين لفين؟ تقول من التمبانيك مبزين الى الاوفر ويندو تحديدا وتحديدا هي بتنقل الصوت للاوفر ويندو اساسا وخد بالك من دلوقتي ان في ويندو تانية انا ما رحتلهاش اصلا صح في ويندو انا اصلا ما رحتلهاش طيب اقعد عند العلماء يا اسلام بيقولوا ان على الرغم من ان العظيمات دي انها مش عضل ده عظيمات اوسيكلز على الرغم من ان هم صغيرين جدا الا ان هم ليهم دور في الفيزيكال بروتكشن اوف كوكليا يعني الكوكليا دي هي اللي بتهمنا قوي هي دي اللي بتخلينا نسمع وجواها ساوند ريسبتور فالاوسكلز بتشكل جزء من الحمايه ليها زي ما العظم بتاع الصدر بيحمي اللنج وبيحمي الهالت فكمان الاوسكلز وجودها حوالين الكوكليا او بجوار الكوكليا بيحميها نسبيا ويعني انت ممكن تختلف او تتفق في الراي ده بس ما علينا لكن رقم ثلاثه دي تهمني قوي ثلاث وظائف اللي جايين للميدل اير في منتهى الاهميه يا محمد اول حاجه اسمها الامبلانس ماشين مين؟ خد بالك بقى ركز عشان تبقى صح ايه الامبيدنس ماتشنج ترجمها الاول كده بالعربي معادله الاعاقه الاعاقه بتاعت مين بتاعت الساوند طب هو ايه اللي هيعوق الساوند يا حبيبي قال لك اصل الصوت طول ما هو جاي في طريقه كل دوت ماشي في الهواء اول ما يبدا يخش الكوكليا بعد شويه هيبدا يتحرك في فلويد يبدا يتحرك في ايه فحركته في الميه اصعب من حركته في الهواء فهيبدا يحصل ايه يا عم نور قال لك يبدا يتعرض لامبيدنس شديده تبدا تقلل من شدته فهتسمع حضرتك الاصوات العاليه ان لازم الميدل اير تعادل لك هذه الاعاقه فتعمل حاجة اسمها ايه يا هاجر؟ امبيدنس ماتشنج اسمها ايه؟ طب الأول أفهم تاني ايه الامبيدنس؟ الامبيدنس إن الصوت لما يتنقل من الاير للفلويد هتبدأ شدته بحكم الإعاقة في الفلويد تقل يبقى أنت عايزة تعملي ايه؟ عايزة من الأول ترفعي شدته بحيث إن هي لما ترجع تقل تقل للطبيعي أعمل ايه بقى يا آية؟ قال لك أنا عندي حاجتين الحاجة الأولانية هي فرق السايز
ما بين التمبانيك ممبرين بالنسبة للأوفر ويند، وده 17 ضعف. يعني ايه قالك؟ يعني القوة اللي انت هتأثر بيها على التمبانيك ممبرين هتتنقل كلها للأوفر ويند. خد بالك يا عم احمد ان ده حجمه قد ده 17 مرة. اذا الضغط اللي انت عامله هنا يتضاعف 17 ضعف على مين؟ على الاوفر ويند. حاجة تانية، ان الاوسيكلز الثلاثة دول مع بعض بيشتغلوا وفقا لقانون كنا نعرفه زمان اسمه قانون الروافع، الليفر سيستم، وده لوحده بيضاعف 1.3 مرة. فلما حضرتك تضاعف 17 مرة وترجع وانت بتضاعف وفقا لقانون الروافع 1.3، يبقى انت ضاعفت 17 في 1.3، الصوت هيتضاعف 22 مرة. هي دي الإعاقة اللي الصوت بيقابلها. ايه هو الامبيدنس ماتشنج؟ الامبيدنس ماتشنج هي الإعاقة اللي الصوت بيقابلها لما يتنقل من الإير إلى الفلوت. ايه اللي بيحصل؟ هيبدأ حركة الصوت تقل، البريشر اللي هو عامله يقل لان الميه بتقاوم اكتر. هو اسرع بس السرعه حاجه ومحافظته على شدته حاجه ثانيه. بالتبعيه هتبدا شدته تقل. تقل كم مره يا عم احمد؟ 22 مره. يعني لو انا بعمل لك صوت شدته 22 ضعف هيبقى واحد. طب انت لو عايز ان انت تسمع الصوت بنفس الشده، قال لك يبقى ضعفه من الاول 22 ضعف، فلما يقلهم يرجع للطبيعي. عملية الامبيدنس ماتشنج عبارة عن ايه يا محمد؟ تقول لي عبارة عن عملية معادلة اعاقة الصوت هيقابلها لما يخش الفلوت. هتعملي ايه يا فوزية؟ هترفعي شدة الصوت بتاعك 22 ضعف. معلش يا دي حركة الحاجة في الهواء اكيد اصعب من حركتها في المية، صح؟ لا ده يعني انت لو عندك ايدك بتعملها كده، لو عايز تعملها بنفس السرعة تحتاج تحركها بقوة اعلى. قوة رفع القوة الأعلى ده هو ده الامبيدنس ماتشنج. ايه؟ فاكر قوانين الرفع يا سالم؟ طيب زمان كان فيه في الفيزياء وفي الرياضة، وطبعا أقول لك كلمة فيزياء تعرف اللي هيحصل بعد شوية. فاكر أنت كان في حاجة اسمها هنا ذراع القوة؟ ايه؟ وده ذراع المقاومة. ما خدتوش الكلام ده؟ لا ده ده في اول اولى اعدادي تاني اعدادي حاجه كده يعني. قلت ايه؟ ثلاث انواع للرافع. ايوه بالظبط. يعني يقول لك يا سالم ان مش عارف لو نقطه الارتكاز في النص فيبقى قوه ذراع القوه طول ذراع المقاومه. ايه؟ الثلاثه دول بيشتغلوا كان دي نقطه ارتكاز وده ذراع قوه وده ذراع مقاومه. فالطول بقى ما بين الاثنين بيرفع لك الصوت 1.3 ضعف. هو الحقيقة سالم بيسألني سؤال منطقي، هو الصوت ماشي ازاي؟ كده ايوه كده طبعا كده. الصوت يا سالم اللي حضرتك هتسمعه هيبدا يهز مين؟ التمبانيك ممبرين. كل هذا في التمبانيك ممبرين هتبدا تعمل ايه في الاوسكيلز؟ تهزهم هما كمان، فيبدا ياثروا على مين؟ على الاوفر ويند. القوه اللي انت بتاثر بيها على الذراع ده تأثيرها على محور الارتكاز، نفترض ان ده ذراع المقاومة، هتؤدي في النتيجة إلى إن لو أنت هنا بريشر واحد يبقى البريشر هنا 1.3. ماشي؟ أيوه. تاني لعبت يا أحمد رزق في المية، مليت قبل كده بانيو وقعدت تلعب بإيدك كده، لو طلعت إيدك فوق وقعدت تعمل كده. هتلاقيها بتتحرك بنفس المعدل لو نزلتها كده؟ لا عشان تحرك ايدك بنفس المعدل ده لازم تبذل انت قوة أعلى. القوة الأعلى دي تحققها ازاي؟ انك ترفع ضغط الصوت بتاعك ال 22 متر. تمام؟ وإلا الصوت بتاعك شدته هتنحدر جامد. لو السماء بيمشي في الإير، أبطأ ويمشي بسرعة، في فرق بين السرعة والشدة. السرعة قصة تختلف عن قصة الشدة خالص. ايه؟ يعني كل لازم توصل 1.3، بس خد بالك ان ال 1.3 ده لما تضربه في ال 17 ضعف بتوع فرق السايز هيدي لك في الاخر 22 ضعف. ايوه مش هيدي لك 1.3 بس. يعني لو واحد 17 ضعف مش هتفرق معاه 22 ضعف بس. هو الليفر سيستم موجود.
ما تقدرش تقول بالظبط. ها ده عايز تعرف حاجه اكيد. طيب انت بس اعمل ايدك كده وخلاص. لا انت مش هجاوب اسئله. المهم اذا انا انت حبيبي بتستحملني يا انا رفعت قوه الصوت بتاعي 22 ضعف. انا عملت ده ليه يا مولانا؟ انا عملته يا باهي استعدادا لان كده الصوت اول ما يخش في الفلويد هيبدا يقابل اعاقه هتخلي شدته تبقى اقل فانا رفعتها من بدري. هو هيقل كام ضعف؟ 22 ضعف. وقمت انا رافعه 22 ضعف. فلما يبدا يقل نلاقي نفسنا وصلنا لشده الصوت الطبيعيه. العمليه دي يا حضرات اسمها ايه؟ اسمها الامبيدنس ماتشنج. اسمها ايه؟ امبيدنس. بعد كده عندي وظيفه المسلز. بقى المسلز بتاعتي بتعمل وظيفتين. اول حاجه يا دكتوره التنسور التمبناي. انا مش عارف التنسور التمبناي دي ممكن تكون بتعمل ايه. تعمل ايه يا دكتوره التنسور التمبناي؟ تنسل تمبناي دي ليها دور مهم في انها تخلي التمبانيك ممبرين بتاعك يفضل طول الوقت تنس. عضله اسمها يا محمد تنسل تمبناي. لكن مش دي الوظيفه المهمه. الوظيفه المهمه يا نور ان العضلتين مع بعض مسؤولين عن حاجة اسمها acoustic reflex. اسمها ايه؟ acoustic reflex. ايه بقى acoustic reflex؟ من زمان من وانت صغير انت كان احد الالعاب المسلية انك تيجي جنب ودن صاحبك وكان قايل له ايه؟ يا البصة دي اصل مش عاجبك؟ بحسن كيفين منك بعمل سخيفة أوي خلاص. أحيانا الصوت اللي أنت بتعمله ده بيبقى irritating و damaging. هو كده كده هيفضل irritating لكن كل الهدف بتاع الأذن إنها تحمي الـ inner ear اللي هي هتبقى هنا دي بقى بعد كده من إن يحصلها الدامج ده. فتعمل إيه؟ عايزه تقلل شده الترانسميشن. فتقوم عامله ايه بقى؟ قال لك تقوم مخليه الميريس تنقبض. فالميريس لما تنقبض بتحرك الفود بليت بتاعها بالتمبانيك ممبرين نسبيا كده. والستيبس هي كمان تنقبض. فالستيبس هي كمان تنقبض كده. ويتحولوا كلهم الى نسبيا شيء ريجيد. فما ينقلش الفايبريشنز بنفس القوه. ما ينقلش الفايبريشنز ايه؟ نفس القوة. يعني يقلل قوة الترانسميشن بتاعة الـ very loud and intense sound. ايه؟ ايه هو الأكوستيك ريفلكس؟ هو الريفلكس بيحصل لما حضرتك تتعرض لـ very loud and intense sound. صوت عالي وقوي. يحصل ايه؟ يحصل كونتراكشن في العضلتين. التنسور التمبناي والاستابيليس. ده بيؤدي لإيه في النهاية؟ يؤدي إلى decrease the transmission of sound. بس اللي انا عايز اقوله لك يا حازم معلومتين مهمين. ان الرياكشن تايم يعني ايه الرياكشن تايم؟ يعني الوقت اللي هتاخده عشان تعمل الريفلكس دوت طويل نسبيا. وبالتالي لو الساوند الانتنس دوت فيري رابيد مش هعرف احميك. يعني ايه يا فوزي؟ يعني انا على بال ما نزلت عند احمد وقلت له التو دي خدت وقت معايا. فعرف الاكوستيك ريفلكس يشتغل. لكن لو انا جبت مسدس وضربت طلقه جنب ودنه الاكوستيك ريفلكس مش هيلحق يشتغل اصلا. تمام؟ وبالتالي هيحصل بقى دمج. تيجي يا اسلام تتسال على الكلام ده يقول لك ليه الاكوستيك ريفلكس ممكن يحمينا من الانتنس ساوند الطبيعيه لكن ما يحميكش مثلا من طلقه رصاص؟ تقول له علشان طلقه الرصاص بتبقى كمان فيري بريف اند رابد. والاكوستيك ريفلكس ليه رياكشن تايم. ليه ايه؟ الاكشن تايم يعني ليه وقت لازم ياخده علشان يحصل. احد الحاجات المهمه اللي بيعملها لك الاكوستيك ريفلكس انه بيشتغل معاك اثناء الاكل. فطول ما حضرتك عمال تاكل او حضرتك بتتكلم ما بتبقاش سامع نفسك. ليه؟
لان بعض الاصوات اللي هتبدا تنتقل هناك بيبدا الاكوستيك ريفلكس يشتغل نسبيا فيقلل لك الساوند ترانسميشن. المعركه اللي بتبقى حاصله جوه بقك ديت صوتها مش هيوصل لك علشان خاطر الاكوستيك ريفلكس بيبقى شغال. مش عارف ليه يعني فجاه كده حسيت ان انتوا لازم تقفوا دلوقتي. لا عايزين نشوف لسه واحده. كان نفسي يا احمد الله كان نفسي يبقى يوم 29 11 يوم تاريخي بس للاسف 30 11 يوم تاريخي بس للاسف. انتوا خدين بالكم هم هم ايه يعني اخلص ولادي دكتور دكتور في السكاشن بس انا جاي انا بقى ما بسمعش من بره كويس خالص. هو هيبقى الانتنس بتاع الصوت اللي بتسمعه من اقل نسبيا بس انت سامع طبعا هو مش 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 اللي مش ما تسمعش انا راح بس صحيح هيل بص صحيح دلوقتي انا مقسم الايد الى ثلاث اجزاء. اول جزء اسمه والجزء الثاني اسمه ميدل والجزء الاخير اللي هنتكلم عليه بعدين اسمه الاكسترنال اير. عرفت ان هي بتعمل ست وظائف. اول حاجه بتعمل اول حاجه وبعدين بتعمل ثلاثه بتعمل ايه اربعه يا عميد قول من جدي بيجيشن أربعة أورمينج أند هيوميديفيكيشن. خمسة فانكشن للتمبانيك ممبرين. الفانكشن دي هي نفسها خصائص التمبانيك ممبرين. التمبانيك ممبرين بيتميز بأربع حاجات إن هو دي خصائص مين؟ التمبانيك ممبرين. خصائص التمبانيك ممبرين. بعد كده لقينا ان في وظيفه ثانيه ما كناش قلناها اسمها لوكاليزيشن ساوند. تقريبا نتكلم عن الموضوع دوت باستفاضه. الميدل ايد عباره عن 3 في 2 في 1 3 ثلاثة أوسكيلز. الثلاثة أوسكيلز هما والتو مصلز هما والتيوب الوحيدة هي ايه؟ ولقينا ان الميدل ايد بتعمل مجموعة من الوظائف لغاية دلوقتي أربعة. أول حاجة تاني حاجة ثلاثة أربعة المصلز دول التنسو تمبراي مسؤولة عن حاجة اسمها تنشن اوف ذا تمبانيك ممبرين. التنسو تمبراي مسؤول عن حاجة اسمها تنشن اوف تمبانيك ممبرين. والعضلتين مع بعض مسؤولين عن ريفلكس اسمه الاكوستيك ريفلكس. دوت هو اللي بيمينيمايز الترانسميشن وبالتالي بيحميك من اي لاود انتنس ساوند ولكنه الرياكشن تايم بتاعه طويل وبالتالي ما بيشتغلش لو الساوند بتاعك فيري لاود. ايوه سلام اتفضل. ده مالوش دعوه بقى. انت بص يا اسلام ده الفليكس يعني هيحصل ستيميوس دلوقتي هنعمل لك ريسبونس لكن بعد شويه العضلات نفسها مش هتقدر تحفظك على الفليكس ده طول عمرها يعني بعد شويه هيقف خلاص. يا دكتور العضلات دي جايه منين وحفيظ؟ نعم العضلات دي جايه منين؟ سالني انا السؤال ده؟ انا ما انا ايوه انا يعني مش ليها علاقه بالموضوع؟ علاقه بالموضوع ايه؟ فين بتوع الاناتومي؟ أيوة يلا احمد توفيق دكتور مدحت ها؟ اسال يا انا اسال اهو تنسو التمبراي جايه منين؟ نعم ايوه تنسو التمبراي ايوه السؤال ايوه احكي لي عليها كعضله ايوه كل السؤال ده اوريجين اوف تنسو التمبراي لا ما ذكرتهاش ايوه نقول ايه ماشي. بص يا عم واضح ان المشكله مش فيك واضح تنسى انت بقى عامله ازمه عموما مشكله دكتور انت ازاي يا عم تنسى انت بقى مش عارفين احنا عرفت ان الاستابيليتي دي موجوده جوه الميدل ايد حتى في بره
طيب اوصل معاك لاخر حاجه عايز اقولها وهي وظيفه البتاعه الاوستيكن تيوب. الاوستيكن تيوب يا حضرات هي الانبوبه اللي موصله الميدل ايل من هنا تقريبا داخله على الفك، ودي بتبقى انبوبه لايند باي سيليتد ايبيثيليوم وبتبقى اوبليك يا الاء نازله مايله كده. فطول الوقت اي ديسشارج في الميدل ايل، طبعا الميدل ايل ديت اكيد لايند بميوكس ممبرين، اي ديسشارج بيطلع هنبدا نعمل له درينج باتجاه الفنس، نقدر نعمل له درينج باتجاه الفنس. طيب يبقى انا لو جيت اقول لك يا اسلام ايه هي فوائد الميدل ايل، تقول يا دكتور ثلاث حاجات. اول حاجه درينج اوف سكريشن، ثاني حاجه رينيوال اوف اير، ما هي ديت اير فيلد كافيتي، ده مش فيكيوم ده مش فراغ، يبقى الهواء ده بيتجدد ازاي يا يوسف؟ تقولي دايما بيخش هواء من الفارينكس الى الميدل ايل وبالعكس. رقم ثلاثة بتعمل ايكواليزيشن للبريشر، واكيد ناس كتير منكم سافروا بالطيارة وجي عندك وقت من الاوقات اول ما الطيارة بتطلع فوق بيبدأ يحصل ايه، تحس ان في مشاكل في ودانك وان انت ما انت سامع كويس. ليه؟ قالك علشان الضغط هنا قد الضغط هنا قد الضغط الجوي، لما الطيارة بتطلع الضغط دوت هيفضل زي ما هو، لكن الضغط بره والضغط هنا هيقل تمام، فيبدأ يحصل فرق ضغط على التمبانيك ممبرين لبره، تبقى حضرتك حاسس ان انت مش مرتاح، ومن ناحيه ثانيه التمبانيك ممبرين مش عارف يشتغل مظبوط، فتلاقي المضيفه جايه تدي لك ده في خطوط الطيران الثانيه يعني في الامارات والقطر الحاجات الجميله دي، يوم جاي مدي لك لبانه، يوم حضرتك واخد اللبانه بيدوك لبانه ولا حد عبارك، المهم يعني ايوه انا جاي معاك اللبانه، يوم حضرتك واخد اللبانه تقعد تاكل، اما بتنطق حضرتك بتعمل ايه؟ بتبدا الاوستيكيان تيوب دي اللي هي النورمال كلوز بتعمل كده، فتبدا تسحب الهواء العالي ده تطلعه، فالضغط بتاعك يرجع ينزله تاني. خد بالك انت قللت الضغط هنا قد هنا اقل من الضغط الجوي، لما الطياره تنزل هيبدا تاني الضغط بره يبقى عالي وهنا قليل، انت مالك ممبرين يتزق كده ومش عارف يشتغل كويس تمام. تقوم حضرتك تعمل ايه؟ تقوم مطلع اللبانه الثانيه عشان كده بيبقوا دايما اللبانتين مع بعض، تقوم اللبانه الثانيه حضرتك مطلعها وتبدا برضه تعمل ايه؟ الفرق ايه؟ كش مكان اقول لهم اقول لهم بص اسلام نفسه يلعب انت بتقول ايه هنا؟ اقول لك يا اسلام احط اللبانتين على بعض ولا اعمل ايه؟ بيقول تعابه تحبوا تسمعوا عليه؟ لا خلاص ما علينا. يعني بيقول لك ان اللي بيعمل الفرق المعادله الضغط دوت هو فرق الطعم بتاع اللبنتين. اخر حاجه عايز اقولها لك ان الطفل الصغير وبالك عشان كتير منكم هيبقوا دكاتره اطفال شغلانه ظريفه لطيفه ودي فلوس كويسه ومش متعبه، انا عمري ما استحمل الطفل اللي بيعيط ده شيء مزعج وانا ما بقدرش اتعامل معاه، لكن هي شغلانه ظريفه طبعا. الطفل الصغير اول ما بيتولد اكيد بتوع الاعلانات قالوا لكم مش عارف بيبقى فيه حاجه معينه في السكال بتاعته كده بيبقى المحيط بتاعها مختلف شويه، فتلاقي ان الاوستيكن تيوب بدل ما هي اوبليك لتحت تلاقيها ترانسفيرس، فتبدا تحصل مشكله كومن جدا عندهم. هي المفروض يا محمد ان الاوستيكيان تيوب طول ما هي مايله تحت كده هتصرف لك من الايل باتجاه الفارنكس، انما لو بقت مقلوبه كده هتبدا اي مشكله في الفارنكس تخش هي على الايد. فدايما العيال الصغيره امهم تيجي تشتكي لك كده تقول لك الدكتور ده كان بدا يرشح وبدا يظهر عنده برد وبيشتكي من زوره، وبعدها بيومين بدا يمسك ودنه جامد، فحضرتك لو دكتور من جنوب الهند تبدا تعالج الزور وتقول له وديه لواحد بتاع انف واذن. عزيز الدكتور الهندي اللي عمل المشكله في الاذن هو التهاب الفارنس، بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان نتيجه لان الاوستيكيان تيوب ترانسفيرس بدا الانفلاميشن يمشي كده فدخل على مين؟ على الميدل ايل.
عالج بس حضرتك الانفلاميشن ده وادي الطفل المسكن كده كده لما دوت يتحسن دوت كمان هيتحسن تمام. فدي معلومه ليها قيمه حضرتك هتعرفها ان شاء الله بعد كده في الكلام. ايوه كفايه 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 وانا خلاص ثواني انا كفايه خلصت كفايه خلصت الواجب كان ايه الواجب بتاع المره اللي فاتت؟ كان في ثلاث اسئله. كان في؟ لا ايه دكتور ما كانش في انا المسؤول الاول دكتور كان في كان وين؟ والاكل تقريبا. لا لا ما كانش كله انا شاهد. انا ما عملتش الواجب. مش واجب انا ما عملتش الواجب. فيجوال كورتكس لايت اند دارك ادابتيشن والكالر فيجن يتفضل بالوقوف. ده كان المره اللي قبل ايه؟ يا دكتور اللي عمل ايه سيد اتفضل قول 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 عشان اقول لهم يعني يا دكتور خلينا نطلع لو انت شايف ماشي